نبرو اهالينا في نبرو حقهم. بصراحه الحاج احمد ابو ضحى عامل شغل اكثر من هايل، وجمهور نبرو العظيم من الناس اللي انا بحبهم وليا معاهم جولات وصولات. عم الحاج حسن نور الدين اللي انا بحييه، وكل القهاوي والكافيهات في نبرو اللي بتتفرج عليا دلوقتي بمسي عليهم، ولينا مع بعض ايام حلوه جدا في كل انحاء نبرو في قراها وفي المدينه. بصراحه يعني الناس فوق دماغي، وكمان محمد عزمي المدير الرياضي مع الحاج احمد ابو ضحى عاملين شغل كويس، ويمكن النادي الوحيد اللي عنده استثمارات واعلانات وعامل اعلانات على السور بشكل هايل، وعندهم كمان نواه وتفريخ، وعندهم لعيبه كبيره جدا ممكن تكون استثمار قوي في المستقبل. يعني مثلا عندكم نادي غزل المحله والكابتن محمد جنيدي رئيس قطاع الناشئين حاطين عينهم على احمد فايز مدافع الفريق، ويمكن الكابتن جنيدي عضو اللجنة الفنية زي ما احنا عندنا صيد كاميرا، هو يمكن واقف مع عزمي، وعندنا كمان صيد كاميرا تاني في فيديو وهم بيتفرجوا على احمد فايز. وعمر اسلام مدرب في جهاز فاسيلي كان بيتابع اللاعب اهو قدامكم، يمكن ده صيد كاميرا بس رايحين يتفرجوا على احمد فايز. ونادي المقاولين العرب والداخلية عايزين فايز كمان، يمكن دي معلومات ليا. وكمان نادي سموحة اتكلم على ادهم حمادة لاعب خط وسط متابع بقوة من نادي سموحة، وده دور برنامجنا ان احنا دايما بنلقي الضوء على المواهب الفذة.